جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع آثر عدم ذكر اسمه في رسالته هذه يسأل ويقول: إنني تاجر أحذية مستعملة وأشتري هذه الأحذية بالوزن، فما حكم هذه الطريقة في البيع؟ وهل هناك حدود معينة للربح الحلال؟ ساعدونا جزاكم الله خيرا. وسائل الربح الحلال كثيرة ولله الحمد، الحمد لله. والأصل في المعاملات والبيع والشراء الحل إلا ما دل الدليل على منعه، كالغش والخداع والربا وغير ذلك من الأمور المنهي عنها. وأما بيع الحذاء بالوزن هذا غير معروف، وإنما الحذاء تباع إما بالتفريد وإما بالجملة، هذا هو المعروف. إلا إذا كان يقصد بالوزن أن تكون الحذاء في صناديق مربوطة و يوزن هذا المجموع، فإذا جرى عرف بذلك وانضبط هذا فلا مانع، لكن هذا فيما أظن أنه غير معروف عند الناس، وإنما المعروف البيع بالتفريد أو بالجملة.